هلا وغلا فيكم أعزائنا المشاهدين، ومرة جديدة ووقت جديد نقضيه معاكم في المجلة السعودية، وحياكم الله. قال له التلاميذ الآخرون، أي قالوا لتوما، قد رأينا الرب. فقال لهم، إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. يوحنا 20:25. لكن الآية 26 من نفس الإصحاح وفي سياق نفس الكلام تتحدث عن أحداث صارت بعد 8 أيام، يعني الأحد الثاني. ورقم 8 في الكتاب المقدس يرمز للبداية الجديدة، لأنه رقم 7 هو رقم الكمال، وبعدين يجي رقم 8 وتبدأ الدورة من جديد. إذن رقم 8 هو بداية جديدة. نرجع لموضوعنا. التلاميذ كانوا مجتمعين والأبواب مسكرة. ليش كانت مسكرة الأبواب؟ طبعا لأنهم خايفين، على الرغم من زيارة المسيح لهم في الأحد الماضي. لكن في اليوم الثامن ظهر الرب للتلاميذ، وكان توما معهم ومع باقي التلاميذ، وقال لهم المسيح سلام لكم، علشان يشيل خوفهم بأن يعطيهم السلام. سلام المسيح، السلام الذي يفوق كل العقول. وبعدين قال لتوما، تعال وحط يدك في يدي وجنبي وخلك مؤمن. فجاوب توما وقال له، ربي وإلهي. بيوحنا 20:28. إذن توما آمن بدون ما يحط يده في أثر الجروح مثل ما طلب. لكن الرب يسوع المسيح لما طلب منه آمن، لكنه آمن لما شاف المسيح، يعني أنه اكتفى بحاسة الرؤية وما استخدم حاسة اللمس. ما قال، مش هو اللي قال أبغى أحط أصبعي في أثر المسامير وحط يدي بجنبه. لكن هذا الشك أدى إلى تأخير بركته لمدة أسبوع كامل. فهل أنت تريد بركتك اليوم أو تريدها بعدين؟ القرار بيدك. طوبى لإخوتي المتقدمين للمسيح بدون أن يروا العابرين، لكنهم آمنوا بالسماع عن المسيح والقراءة عنه كما يحدث هذه الأيام مع إخوتي في السعودية. وهذا الأمر يذكرني باجتماعات المؤمنين بالكنائس السرية عندنا خوفا من الهيئة، زي ما هدولك الأبواب مغلقة هدول برضو الأبواب مغلقة. لكن كما أنه الكنائس الآن علنية في أرض فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، أمين الرب أني أجرى بالإيمان أن هذا الأمر يتحقق الآن في بلادي، خصوصا أن الأمر أخذ فترة بسيطة بعد قيامة المسيح حتى تم الاعتراف بالمسيحية كدين رسمي في البلاد. وهذا اللي أشوفه يحصل الآن في بلادي الحبيبة السعودية. بركة المسيح مع جميعكم.
سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام سنين من عمري سنين مرت كما الاحلام سنين من عمري سنين ضاعت وانا في اوهام سنين من عمري سنين مرت كما الاحلام وانا بعبد اله ما اعرفه وله بسجد ما هو حبا في خايفة وانا بعبد اله ما اعرفه وله بسجد ما هو حبا في خايفة وما افهم بس اقول امين سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق من حررني في المسيح لقيت من غيرني في المسيح في المسيح الحق من حررني من قيود عشت فيها سجين سنين سنين يا هلي ويا أصحابي تلقون الحق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تعرفون الفرق في محبة الله وصلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تلقون الحق في المسيح الحياة صلاتي يا أحبابي يا هلي ويا أصحابي تعرفون الفرق في محبة الله حبني ورعاني وكان لي معين سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني في المسيح لقيت من غيرني في المسيح الحق بان وحررني من قيود عشت فيها سجين سنين سنين
بلا علم واسعى للحق المبين. بس لا تناقش ولا تجادل وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا برهين. فتاوي في كل المسائل وقالوا واطلب العلم واسعى للحق المبين. بس لا تناقش ولا لا تجادل وجاوبوني بلا فهم لا دلة ولا برهين. فتاوي في كل المسائل احترت أصدق مين ولا مين. سنين سنين وفي المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. في المسيح لقيت من غيرني. في المسيح الحق بان وحررني. من قيودا عشت فيها سجين سنين سنين أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن مشكلة حقوق المرأة. حقوق المرأة في المسيحية، خلنا نبدأ بهذه الآية. أول شيء، الآية من الكتاب المقدس تقول وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع. هذا مين؟ المسيح. ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. هذه الآيات من مرقس 16 الآية 9 و10. واو، يعني أول رسول يبشر بقيامة المسيح هي مريم المجدلية، مرأة. ليش وثق الرب يسوع بمرأة لتوصل رسالة خلاصية للبشر كلهم؟ رسالة مهمة جدا، رسالة مات المسيح على أجلها. واضح جدا أن هذه المرأة محل ثقة المسيح تبارك اسمه،
وكانت أول رسول في المسيحية لأنها كاملة العقل والدين بنظر المسيح. من جهة أخرى في العهد القديم اختار الرب امرأة اسمها دبورة لتكون نبية له وقاضية في شعب الرب. الآية تقول: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت وهي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت. قضاء 4:4. إذن المرأة بنظر الرب قادرة على أنها تقود شعب الله، وقد وثق بها الرب لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على أن المرأة والرجل متساويين في نظر الرب. المرأة تقدر تقود شعب الرب، تقود تجارة، تقود سيارة وطيارة وصاروخ وكل شيء مثلها مثل الرجال. نشكر الرب يسوع المسيح، نشكر الرب يسوع المسيح على بلدي، لأنه المرأة حكمت البلاد عندنا. أتذكر الشيخة فاطمة السبهان القويعي كانت تحكمنا، ولنا الفخر أنه كانت تحكمنا. عزيزي المشاهد، الإصلاح يبدأ بالذات. فبعد ما تعترف بحق زوجتك وأختك في البيت، حتكتشف مدى رغبتك في تنفيذ هذا الأمر الآن. وبعد أنك تشوف النتائج الممتازة على حياتك وأهلك وبيتك، تصير منتبه لصحة هالأمر وتحب تسويه أكثر وأكثر عشان تسعد أهلك ونفسك بعد. عزيزي المشاهد، جرب هذا الأمر بنفسك عشان تعرف أن تعاليم الرب يسوع المسيح الناصري تبارك اسمه هي من أجل مصلحتك، وتكتشف بنفسك محبته لك علشان تعيش مستمتع بحياتك معه الآن وإلى الأبد. آمين. يا جماعة الخير، تعالوا نجتمع مع بعض ونصلي من أجل دور المرأة في بلادنا. يا رب يا يسوع، نعظم اسمك ونقدسك، لك كل المجد. يا سيد العظيم، أنت اخترت المرأة أن تكون نبية وتقود شعب في العهد القديم، واخترت المرأة أيضا أنها تكون أول رسول، وعطتها رسالة مهمة، هذه الرسالة اللي أنت مت عشانها، رسالة خلاصية ووثقت فيها. يا سيد العظيم، أعطينا يا رب أنه نحترم المرأة، نحترم أمهاتنا، نحترم زوجاتنا، نحترم أخواتنا، نحترم حريمنا، نحترم شعبنا، نحترم أطفالنا ونحبهم كمان. يا سيد العظيم، أنت تزرع هذه المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة. يا سيد العظيم، غير غير غير، أنت يا سيد العظيم تقدر تسوي كل شيء. أنا واثق يا رب أنك أنت بديت عمل، بس أطلب يا رب أنك تكمله، وأنت تكمل فعلا للمنتهى، بالمسيح يسوع الناصري له كل المجد. آمين. يا الله باسمك خلصني، وبقوتك أنصفني. يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلى والله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني، والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني، وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب، لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق، وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، والآن فقرة الاختبارات. وصلنا اليوم اختبار من الأخ أنطوان من لبنان، ويقول: أشكركم على شعاع كلمة الحياة من خلال قناة الحياة ومتابعة جميع برامجها، بدون استثناء، لأنه غداء روحي فعال، لأنني أتمتع فعلا بكلام الرب يسوع المسيح، لأنه يحيا في أعماقي وأحشائي ويظهر نوره على وجهي وأعمالي. آمين. ولكن لي شوق أن أتمتع بالرب يسوع المسيح في البشارة بملكوته والشهادة لكلمته أكثر فأكثر. لذلك أطلب منكم أخوتي في قناة الحياة أن تصلوا لي لكي تتحقق هذه الأمنية في حياتي. آمين أخوي أنطوان، احنا نصلي فيه
نصلي لك. وزي ما قال الكتاب المقدس شهوة الصديق تمنح. فآمين، ما دام هذه شهوة قلبك انك تبشر بملكوت الله، اكيد الرب حيفتح لك طريق بالمسيح يسوع. آمين. من الأسئلة اللي تطرح علينا عادة كمسيحيين وبشكل مستمر، سؤال يقول: إذا كان المسيح قال لم آتي لأنقض الناموس، أجل كيف لا يوجد ختان في المسيحية ولا فيه قيود على الأكل ولا فيه تقديس ليوم السبت والكثير من الأمور المخالفة لشريعة اليهود؟ والحقيقة إني أفرح وأرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الصادرة من شخص بذل مجهود وبحث، أو على الأقل حاول يفهم، مش واحد يجادل لمجرد الجدال ويسأل ولا حتى ينتظر إجابة. وعموما عشان نجاوب على سؤال هل إحنا نقضنا الناموس أو لا، لازم نعرف معنى الناموس. فالناموس هو الشريعة اللي وضعها موسى بوحي من الله، تخص حياة وتعاملات اليهود كشعب ودولة، وسميت ناموس لأن فيها صفات وتعاملات الناموس، يعني تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا تشرف على تطبيقها وتعاقب كل من يخرج عنها. والناموس ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع: الناموس الأدبي، والناموس المدني، والناموس الطقسي. الناموس الأدبي يختص في الوصايا العشر، وهي الوصايا المعروفة اللي أنزلها الله على موسى في جبل سيناء، مكتوبة على لوحين من حجر. وصايا مثل: لا يكن لك إله آخر، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك، لا تشهد زور، إلى باقي الوصايات المعروفة وباقي الوصايا المعروفة. وهي وصايا لم يلغيها السيد المسيح، لكنها أخذت مع المسيح بعد أكبر. يعني ما عاد الزنا مثلا كفعل حرام، لكن مجرد النظرة تعتبر مساوية للزنا كفعل. أما الناموس المدني أو الاجتماعي فهي قوانين أو مجموعة قوانين خاصة باليهود كأمة وشعب ونظام دولة وعلاقتهم مع بعضهم ومع كل من حولهم، ويتضمن العقوبات وتنظيم العشور والتعاملات وتعاملات الدولة وتطبيق الشريعة. وقد انتهى العمل به أصلاً بانتهاء دولة شعب إسرائيل وهدم الهيكل سنة 70، ومش بسبب المسيح أصلاً. وأما الناموس الطقسي فهو مجموعة الشعائر الخاصة بالعبادات اللي تقرب الناس من الله، والهدف منها تنظيم العبادات والذبائح والتقديمات والمواسم والأعياد والصيام والصلوات، وكانت دائما عرضة للتعديل حتى في زمن موسى، فهي طقوس تنظيمية قابلة للتغيير والتعديل. وحيث إن للهيكل دور أساسي في استمرار تلك الطقوس، فإن هدمه أوقف العمل بها نهائيا. ولأن كل ذا الشعائر كان هدفها ومضمونها التقرب من الله، فبعد مجيء السيد المسيح ما عدنا في حاجة لأي طقوس تقربنا منه، لأن المسيح أصبح هو الرابط الوحيد والجسر الحقيقي في علاقتنا مع الله، ومش الطقوس أو الفرائض. وكذا يكون المسيح لم يلغي بل أكمل وصحح المفهوم الحقيقي للناموس اللي وضعها الله رحمة للناس مش نغمة عليهم. ونفهم من خلال مجيئه وعمله أن المحبة هي أصل الناموس وروحه، فإن أول الوصايا وأعظمها أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الآيتين، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني تخيل إن كل الأنبياء
والرسل من أولهم إلى آخرهم جايين يقولون لنا كلمة واحدة بس: حبوا. بالضبط نفس الكلمة اللي يقولها لنا السيد المسيح اليوم وكل يوم. فإذا كان الناموس يرمز للمحبة، فإن المسيح هو المحبة الخالصة نفسها. فالناموس الحقيقي وضع محبة للناس وخدمة لهم، ومش عبء مسلط على رقابهم. فمش معنى إكرام يوم السبت مثلا إنك تكرمه أكثر من نفسك أو من أخوك، فتترك إنسان مريض أو محتاج مساعدة عشان تكرم يوم السبت، أو تركز في طهارة أكلك وشربك ونظافة بدنك وترك قلبك مليان كره وحقد وغل وفساد وحسد. المسيح أبدا لم يلغي الناموس، ولكن بيّن لنا أن طهارة القلب ونظافة العقل أهم بكثير من طهارة الملابس ونظافة الأجسام. وهذا هو الهدف الحقيقي من الناموس. أقول لكل من يسأل أن الناس ضيعوا المعنى الحقيقي للناموس، فزادوا فيه وتقيدوا به تقيد حرفي، وبعدوا عن مقصده الأساسي وخلوه سبب للتعدي على الناس وهو الموضوع لحمايتهم. عشان كذا الله رحمنا ورأف بحالنا، فما عاد الناموس المكتوب وسيلتنا للتقرب منه، لكن أصبح السيد المسيح الحي هو الوسيلة الوحيدة للوصول لله، والباب الوحيد المؤدي للملكوت. فلا طقوس ولا ناموس ولا عبادات ولا أي شيء ثاني في الحياة ممكن يربطنا بالله إلا السيد المسيح. عشان كذا يوم عرفناه تركنا كل شيء في العالم وتبعناه. فلا عبادة ناموس ولا تقرب بفروض، لكن حياة مع المسيح وبه. واليوم أنصح كل من يدور على الحق أن يستمر في البحث ويصبر، وأكيد بيوصل، وبيجي اليوم اللي يرمي فيه أحمال الناموس ويأتي فيه للمسيح. فمعاه كل شيء، وبدونه ما نملك أي شيء، هو النور والحق والحياة، وما يفصل بينك وبينه غير أنك تتعرف عليه. وختاما أشكركم على متابعتكم، وأشوفكم الأسبوع القادم على أحر من الجمر في المجلة السعودية، وكلام جديد ودي أقوله. وفي أمان الله.